رحيم أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم في هذا الانطلاق المتميز بهذا الاندفاع الرائع. الشوط العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص بالحول في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين. ومع هذه الشعارات اللي انطلقت الباحثة عن الانتصار، نتابع العنود من قادة المجموعة بشعار سعيد بن علي بن راشد البريص المري، من انطلقت واندفعت منذ البداية بهذا التحدي المثير. تليها لؤلؤة الريان مع المركز الثاني لعلي بن خالد بن عبد الله بن حمد العضية، والثنتين اللي ابتعد كلي عن بقية المشاركين. دور المركز الثالث، نتابع هملول مع المركز الثالث لحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد، متابعا منطلقا مع هملول مع المركز الثالث ورابع التحديات. اردت تسلل للشايبة لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين، من يتابع انطلاق الشايبة اللي انطلقت مع المركز الرابع وخامس التحديات من عمق الميدان. ايضا التسلل من الجانب الاخر، ارى القدوم ايضا لافعال لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، من يتابع انطلاقة افعال اللي تسللت بدورها وانطلقت مع المراكز المتقدمة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الاسامي المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع التحدي المثير، مع الانطلاق الرائع. نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، وأرى الاندفاع التلقائي الحاضر على مقدمة هذا الشوط، وأرى الاندفاع والتحدي واللي قايد المجموعة منذ البداية. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التسلل في هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر نتابع البداية والمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحدي المثير والانطلاق الرائع، والعنود اللي تعاند منذ البداية هم عاندة منطلقة بناموس هذا الشوط. سعيد بن علي بن راشد البريص المري، من يتابع انطلاقة العنود، من تندفع بناموس هذا الشوط. ومع المركز الثاني، رهني لؤلؤة الريان تنطلق أيضا مع المركز الثاني بهذا التحدي المثير، بهذا الاندفاع المتميز. علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية، من يتابع انطلاقة لؤلؤة الريان اللي انطلقت أيضا مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. رهني أفعال تتقدم مع المركز الثالث، مشعل بن حمد بن محمد الحسين البريدي، متابعا منطلقا مع أفعال مع المركز الثالث ورابع التحديات المركز الرابع. نتابع القدوم، نتابع التحدي، نتابع الإثارة وهملول مع المركز الرابع لحميد بن سعيد بن مروشد، من يتابع انطلاقة هملول اللي تسللت بدورها وانطلقت مع المركز الرابع. خامس التحديات، نتابع القدوم، نتابع التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى اللي قادمه مع المركز الخامس. أرهني الشايبة مع المركز الخامس لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين، متابعا منطلقا للشايبة من بدت تنطلق مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا ندانا الثاني أكملناه للخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط في هذا التحدي المثير بانطلاقة الكبار، بتحديات الكبار، بتحديات الأسامي اللامعة المسطرة أيضا بإنجازاتها بأحرف من ذهب في هذا العالم الساحر، تشارك وتنطلق في هذا التحدي المثير
التأثير والاندفاع الرائع، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية والعنود. من تعاند العنود، من تعاند، من تنطلق بناموس هذا الشوط، وسعيد بن علي بن راشد البريس المري، من يتابع انطلاقة العنود لؤلؤة الريان مع المركز الثاني، مع المركز الثاني، مع الاندفاع المثير. وعلي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية أيضا في تنافس وتحدي على مقدمة هذا الشوط مع الكوكب الثنائية، ولكن أرى لؤلؤة الريان اللي انطلقت، اللي اندفعت في هذه اللحظات بفارق طول، تنطلق بمقدمة هذا الشوط. وعلي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية، من يتابع انطلاقة لؤلؤة الريان، المركز الثاني العنود، مع المركز الثاني تعاند أيضا، وسعيد بن علي بن راشد البريص المري، من يتابع انطلاقة العنود، مغادرتنا للوحة 4 كيلومترات، وانتصاف المسافة، انتصاف المسافة، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، هملولة مع المركز الثالث، مع المركز الثالث لحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد، من يتابع انطلاقة هملولة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت أفعال، المركز الرابع لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، متابعا لهذا الانطلاق المثير وهذا الاندفاع الرائع. ومع المركز الخامس تنطلق الشايبة لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين. الامور تسير في هدوء تام حتى هذه اللحظات، مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المثير، والتغييرات مستمرة على المقدمة، والعنود عددت مرات أخرى، تنطلق أيضا بالتحدي بالإثارة. ما شاء الله تبارك الله، سعيد بن علي بن راشد البريس المري، من يتابع انطلاقة العنود وتحديات العنود واندفاعة العنود على مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى لؤلؤة الريان تنطلق مع المركز الثاني بقمة التحدي، بقمة الإثارة منذ البداية تنافس أيضا على مقدمة هذا الشوط. لؤلؤة الريان حاضرة بكل قوة، وشعار علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية اللي ينطلق أيضا مع لؤلؤة الريان. المركز الثالث وصلت هملول مع المركز الثالث لحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد، من يتابع انطلاقة هملول مع المركز الثالث. رابع التحديات، نتابع أفعال مع المركز الرابع لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي، ومع المركز الخامس انطلاقات وتحديات. نتابع المركز الخامس وأرى التنافس أيضا والتحديات في هذه اللحظات، وأرى التسلل للشايبة لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين. من يتابع انطلاقة الشايبة، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة. ما شاء الله تبارك الله، في هذا المهرجان، مهرجان السلامة لسباقات الهجن العربية الأصيلة على أرض هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحنية، الصدارة والمقدمة، مع العنود اللي معانده من البداية. ما شاء الله تبارك الله، سعيد بن علي بن راشد البريس المري يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة العنود. ولكن أرى لؤلؤة الريان من الجانب الآخر محاولات جدية انتزاع ناموس هذا الشوط. وبهذا الشعار علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية، من ينطلق مع المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيرة، الانطلاقات رائعة. هملولة مع المركز الثالث، هملولة تنطلق بهذا الاندفاع المثير. وحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد، من يتابع انطلاقة هملولة مع المركز الثالث. المركز الرابع الليازي تتسلل مع المركز الرابع. أكبر عيون
المبارك بن محمد بن هادي الجربوعي تتسلل هملولة تنطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع أرى هملولة أيضا لحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد، وأرى التقدم للشايبة لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف الخيارين. هذه نتيجتنا ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية. ما شاء الله تبارك الله على هذا التحدي المثير والتغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. رهني الياسي قادة المجموعة، مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي وهملولة من الجانب الآخر. هملولة بدأت تتسلل مع المركز الثاني لحميد بن سعيد بن مروشد من يتابع انطلاقة هملولة، ومع المركز الثالث التسلل نتابع انطلاقة وتحديات. نتابع مستحيلة مع المركز الثالث بشعر محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، ومع المركز الرابع الشايب محمد بن سيف بن فهد الخيارين، ومن الجانب الآخر مع المركز الخامس ما شاء الله تبارك الله شواهين لعلي بن فهيد بن محمد الزبدان المري. واللحظات الأخيرة جولة الأوامر النهائية، اليازي على الصدارة، هملولة من الجانب الآخر، وأرى التقدم المستحيل مع المركز الثالث. الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط، واليازي مصرة هملولة واليازي وهملولة، وأرى التقدم تسلل الدوحة بشعر راشد بن محسن بن علي انديله المري. فاجأ الجميع في اللحظات الأخيرة مع الدوحة اللي انطلقت بالصدارة بالمقدمة. راشد بن محسن بن ديلة يفاجئ الجميع مع انطلاقة الدوحة مع تحديات الدوحة. سلام الدوحة مع الأداء المثير اللي تقدمه الدوحة. تهانينا لراشد بن محسن بن ديله المري على فوز الدوحة بالمركز الأول. اليازي تحاول ولكن الدوحة اللحظات الأخيرة. تهانينا لراشد بن محسن بن ديله المركز الثاني، اليازي المبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المركز الثالث، تاتي هملولة لحميد بن سعيد بن مروشد المركز الرابع، تحديات فزعة لحمد بن هلال بن سعيد العفاري، ومع المركز الخامس مستحيلة لمحمد بن جعفر بن مرخان. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الدوحة. تهانينا لراشد بن محسن بن ديلة المري على فوز الدوحة بالمركز الأول، تأتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول في مسافة 8 كيلومترات. 12 دقيقة لحاضرة في هذا الاندفاع المثير. اثنا عشر دقيقة 52 ثانية، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت 53 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن محسن بن ديلة، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الجازي تاتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 53 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا المبارك بن محمد بن هادي الجربوعي واللي وصلت مع المركز الثالث هملولة تاتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة، يا كريم 54 ثانية، و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لحميد بن سعيد بن محمد بن مروشد، تهانينا للجميع.